Grâce à vous, on voit clairement la possibilité d'être musulman tant on est en Kabyle. Eh, qu'il n'y a pas de nard. Je connais pas de nard, subhanallah. Il n'y a pas de nard, le jdoud de nard, il n'y a pas de nard, ou il n'y a pas de nard, il n'y a pas de nard, il n'y a pas de nard, subhanallah, l'indien Salman, c'est Qabaylith, Ibn Tumr, c'est l'aqida, c'est Qabaylith, subhanallah, Mist Mourth. ابن تومرث ابن تامرث يخدم العقيدة الإسلامية مرة يخدم يتستقبلي ثورس ذو القرون يا غير ذفير إذا إذا شو قلنا شو قلنا نحقا هذا عشر ذا قبيلي وتقلغ ذا الحجيطنين والله ما قلغت ذا الحجيطنين سعير يوم ثالثا يوم يوم في دم السلاي غيز قلينا مثلا دفاعا عن القضيه الامازيغيه سعير يوم المقال ديالنا كتب على غاس العنوان كاكسبيريا هذا همز هذا مهمز كتب غاس لن نتعرب لن نتعرب صبا من كي ضد المقوله ان ديني عربني الاسلام صافي الافغان يزقليهن ان كان ذي مزيغنا يعرب الاسلام الاكراد يزقليهن ما لا وكشم نرى الاسلام كن يقوم الحاك الافغان اصحاب كشمير اصحاب بلاد فارس هي ايرانيين اصحاب اذربيجان لي كوموريا ايكل لي سواحليا اكسترا داين كني كان يعرب الاسلام يعني يا سبحان الله لن نتعرب هذ قيمه ذا قبيله ذا مزيغ ارمم موثغ وإن شاء الله نكي عبد ربي سبحانه وتعالى وذ قبل ربي لكني دي خلق نكوت بدي الغارة وسقر غير ربي وشو يتخلقت ذا مازيخ يوش يتخلقت ذا قبيلة أكن ويقرر وعربي وشو يتخلقت ذا عرب خطر ذا ربي قبغان أخذ دي خلقك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يونوري زوار ربي سنة سبينس من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه يا لو كان ذي يليذ مسن النبي صلى الله عليه وسلم يا لو كان ذي يليذ مسن النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت ولكن ما يلو يخذمار العمل يلهل والغرث الصوت النسبين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا أبا طالب إني لا أغني عنك من الله شيئا يا أبا العزة إني لا أغني علي عنك من الله شيئا يا أبا كذا يجمع ثوشولتي سمرة ويزورد فاطمة اللي استلت صمزي أنت ذي النغري من سنين يقورني من زوين البعثة وشبحنا النبي صلى الله عليه وسلم اجمعي فنيد يخمسني من سبش صندهضر في الإسلام ويزورد قليس إنيس يا فاطمة أثيني عزيز في اللي مليحة ثم زوست وولي ثم زوست انتساو إنيس أخذن في خرورش أحرش أين سوى شارث كشمتيس كمي غير الجنس وما لو كانت سخلت باللي ذي اللسن النبي يثلت أنشتنوك من فعرة ذي المحالك من فع من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ولذلك نكي تشمي القناعة يقسمي اللي غمزيغ نكي اللي غكا سيان ذي القرآن سيان شطح ويت من قلات شطح يدر شطح سليمان عازم شطح الشريف خدام شطح ذويهين كذا ومن بعد الحديث ومن بعد العلماء سيد حباد قرغ الشيخ القرضاوي الشيخ البوطين الشيخ الغزالي الشيخ الماسك المشايخ انتمورث النغ إلى آخره والثقف غيماني بلا ما سحسه باللي ما اللي غذي نسلم لازم ذلك ساعة قبيلي ثيو ما اللي غذي قبيلي لازم ذلك ساعة نسلم ثيو أبدا ذيني جان من بعد خدماتي مشوها قلا راديو خدماتي مسعرقي لا راديو اكتباطي مشوها نثن سوفان تسيد ذي ليس غرصنا التصايا مدفغان فين تمدياس استقبايليث شنيغ استقبايليث ومازال شنو استقبايليث مازال خدم غدي سفرا ما خدم غدي سفرو فوش بحنا النبي صلى الله عليه وسلم
57 بيت استعرفت، ما الا كفيار تقبايلي 2300 تقريبا، عارفين قريبو ستقبايلي يحكوا وسفروا يعني نثوذرت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثي تسلم مذاين يجمع ربي سبحانه وتعالى. ومازال ان شاء الله ما زال تنفست، ما زال نرنو ادن السوفا وقليا تسبغ تسارو شطو حكايه السوفا قصص الانبياء ان شاء الله ادن عاود ذيك لين سعد الانبياء غادي نخدم.